كوين جاكرتا فعليه فليتفضل. محمد حسان ورا محمد خطأ يعني ما في هذا الخطأ. إذا يسر لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أفو السلام بينكم، أحييكم بتحية الإسلام بتحية المباركة بتحية أهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فتور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير. ليس بالتلاوة، لا بد يقرأ الكلمة صحيح. ينقلب إليك البصر أو البصرة؟ البصرة. اقرأ واصل. ثم انقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. أما بعد، قبة المحترم هيئة التحكيم المحترم جميع المسابقين ويا أيها الإخوة المحبوبون عند الله، أولا هيا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرة نعما عظيمة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا صلاتنا وسلامنا على حبيبنا الكريم، حبيبنا الجميل، يعني حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قد حملنا من ظلمات إلى النور. ثم أشكر إلى رئيس الجلسة الذي قد أعطني فرصة قليلة لأتكلم أمامكم جميعا تحت الموضوع الشباب وجاء الشعوب. ويا أيها الحاضرون رحمكم الله، إذا أمأن النظر إلى مسائل الشباب وجدنا أن لهم دور هام وشأن عظيم في عبور الحياة، أهمها الدولة والدين. أن شباب قاموا بتنمية الدين يجاهدون في حماية الشريعة الإسلامية من الآثار السالبة الغربية بمرور الزمان والأجيال، أن شباب قاموا بتركية الدولة وتطورها كما في قول المحصول شبان اليوم رجال الغد. ويا أيها المسلمون، هذا يحثنا على اهتمام كيان الشباب في المستقبل، أنهم نور، أن شباب نور من الحماسة السليمة، فلا نأكل قامطا لنا، أنهم لباس، أن شباب لباس من السجاعة العديمة، لا قامطا لنا. الشباب جوهر من القوة، يا
يشعبون الكسرى وينفذون الهلال حتى قرر سيد السادات باب مفاتيح الاستقلالات رئيس الجمهورية الأولى أعطني عشرة الشباب سوف أحارب بهم الدنيا. وخلاف ذلك شبابنا اليوم يكركون في ظلمات الزمان يسيرون في شاطئ المملوء بالوساخة وهم يلعبون. نرى أن شبابنا اليوم يتغسلون في التعلم إلا يلعبون اللعبة في كل يوم ويشربون الخمر ويحسسون مدمن. اعلموا أيها المسلمون، اعلموا أيها الشباب، مع أن الإسلام يؤاول بتنمية على كتفيهم ظلم الناس ظهر شباب في مهوه بغض الناس تعاد سبب في حمايته. أنهم كانوا وراثة الأندية الأعزى من النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، مكتوب في قرآن الهدى نحن نقص عليك نبأهم بالحق فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فبذلك نحن كشباب هيا بنا نحسن أخلاقنا بأخلاق الكريمة وابعد ثقافة الغربية السيئة. ربما اكتفيت هذه الخطبة، أستفيكم شكرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau misalnya kata-kata ini gue rekam dalam